أهلا بكم. دخلت قافلة مساعدات إنسانية مقدمة من مؤسسة راف القطرية إلى الأحياء الشرقية من مدينة حلب، وتعد هذه القافلة الأولى من نوعها عقب فك الحصار من ناحية الحجم والتنوع الغذائي الذي احتوته صناديق المساعدات. الحمد لله رب العالمين، فتح الطريق وباشرت المنظمات الإغاثية تدخل مواد وإغاثات لأهالي في مدينة حلب بعد حصار دام شهر تقريبا، والمنظمات باشرت بدخول المساعدات الإنسانية، وهذه منظمة راف بدأت اليوم في أول مساعدات، أول قافلة الحمد لله رب العالمين دخلت، ونحن كجمعية إن شاء الله بكرة راح نباشر بعملنا في التوزيع على الأهالي. شغلت المؤسسة السورية للطيران التابعة للنظام الطائرة الثانية في أسطولها بعد تجميع قطع غيار قديمة من طائرات خارجة عن الخدمة، وقال مصدر في وزارة النقل التابعة لحكومة النظام لصحيفة الوطن الموالية له إن رحلات الخطوط الجوية السورية ستزيد بعد تشغيل الطائرة الثانية للشركة، حيث سيتم إضافة رحلات داخلية، مشيرا إلى أن إنشاءها تم عبر تجميع قطع من طائرات للشركة خارجة عن الخدمة، لأن شراء قطع جديدة يكلف مبالغ كبيرة. وزع تنظيم الدولة للمرة الأولى منذ سيطرتها على الرقة الأسبوع الماضي عملتي الدينار الذهبي والدرهم الفضي على محال الصياغة، فارضا عليها التعامل بها وفق ما أفادت به وكالة سمارت، حيث قام ما يسمى ببيت مال المسلمين بتوزيع العملة الجديدة على محال الصاغة في مدينة الطبقة وريف الرقة الغربي، موضحا أن قيمة دينار الذهب تساوي 195 دولارا أمريكيا، ودرهم الفضة يعادل أكثر من ثلث قيمة الدينار الذهبي. وفي أسعار صرف العملات، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في دمشق بقيمة ليرة واحدة، فيما انخفض في حلب بنفس القيمة، ففي دمشق سجل سعر صرف الدولار 527 ليرة للشراء و530 ليرة للمبيع، وفي حلب انخفض سعر صرف الدولار إلى 523 ليرة للشراء و527 ليرة للمبيع. وفي أسعار الذهب لهذا اليوم، سجلت الأونصة 1341 دولارا، أما في السوق السورية ووفق تسعيرة جمعية الصاغة، بلغ سعر الجرام من عيار 21 20,000 ليرة سورية، والجرام من عيار 18 17,143 ليرة. وفي أخبارنا العربية، تقدر قوة العمل في مصر بنحو 28 مليون ونصف المليون عامل، بينما لا يقل عدد العاطلين من العمل من 8 ملايين شخص، وتشير الجهات الحكومية إلى أن نسبة البطالة تسجل نحو 13%، بينما تقدرها جهات غير حكومية بنحو 18%. هذا ما أعلنه مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية عبد المنعم السيد، قائلا إن البطالة في مصر شبح يهدد الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ويؤثر كذلك في ارتفاع سن الزواج ونسبة العنوسة،
السيد وخلال بيان صحفي له أكد أن سوق العمل في مصر تحتاج إلى رؤية واستراتيجية دولة وآليات تستطيع توفير فرص عمل، مشيرا إلى أن مشكلة البطالة مستمرة منذ 30 عاما ولم تستطع كل الحكومات المتعاقبة إيجاد الحلول المناسبة. ارتفعت قيمة الأموال الهالكة الصعبة الاسترداد في المصارف التجارية المغربية إلى 72 بليون درهم، أي ما يعادل 7.5 بليون دولار خلال النصف الأول، بزيادة 13 بليون درهم مقارنة بمستواها قبل 3 سنوات. البنك المركزي المغربي أشار بدوره إلى إحصاء 2,007,000 حالة عجز عن تسديد الدين العام الماضي، معظمها لشيكات من دون رصيد، وشملت 534,000 شخص أو شركة. وارتفعت قيمة الأموال الهالكة 6.5 بليون درهم سنويا بعدما كانت تقدر ب 59 بليونا عام 2013. بعد فضيحة الانبعاثات في 11 مليون سيارة، شركة فولكسفاجن تنال الموافقة التنظيمية لإجراء إصلاحات فنية في 460 ألف سيارة إضافية بمحركات تعمل بالديزل. تفاصيل الخبر والمزيد من الأخبار الاقتصادية العالمية في التقرير التالي. نالت شركة فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات الموافقة التنظيمية لإجراء إصلاحات فنية في 460 ألف سيارة إضافية بمحركات تعمل بالديزل. وقالت الشركة أنها حصلت على موافقة هيئة النقل الاتحادية الألمانية لإصلاح طرازات صغيرة بمحركات الديزل من سعة 1.2 لتر مثل بولو وسيارة الوحدة الإسبانية سيات إبيزا. وشملت فضيحة الانبعاثات 11 مليون سيارة لفولكسفاجن على مستوى العالم، بينها نحو 8.5 مليون سيارة في أوروبا. ارتفع الانتاج الصناعي في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في حزيران على أساس شهري بعد هبوطه في مايو، حسب ما أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يوروستات. وقال يوروستات أن الانتاج الصناعي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة ارتفع بنحو 0.6% على أساس شهري، ليزيد بذلك بنحو 0.4% على أساس سنوي. وترجع الزيادة الشهرية للإنتاج في حزيران في الأساس إلى ارتفاع نسبته 1.3% في إنتاج السلع الرأسمالية مثل الآلات، ونمو بنسبة 1% في إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة مثل البرادات والسيارات، وهو ما عوض الانخفاضات الحادة في أيار الفائت. تباطأ النشاط الاقتصادي في الصين في شهر تموز إثر نمو الاستثمارات بأبطأ وتيرة لها في 16 عاما منذ بداية العام حتى الوقت الحالي، حسب ما أفاد المكتب الوطني للإحصاء. وقال المتحدث باسم مكتب الإحصاء شانغ لاي يونغ أن الاقتصاد ما زال يخضع لمرحلة مهمة من التعديل، وما زال يحاول التعامل مع مصاعب هذا التعديل، مشيرا إلى أن الاقتصاد يواجه ضغطا نزوليا كبيرا إذ ما زالت هناك تذبذبات في بعض المؤشرات الاقتصادية. يأتي ذلك في الوقت الذي تكافح فيه الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم للتعامل مع عملية إعادة هيكلة شاقة لقطاعاتها الصناعية القديمة. نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا لحسن المتابعة، ونعود الآن إلى الزميل فادي. إليك فادي. شكرا دعاء، يعطيك العافية.